أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كيبورد، وفي أبرز عناوين هذه الحلقة: بعد تأكد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، ماذا كان رد فعل رواد مواقع التواصل؟ مجموعة صور لجزر يمنية تحوز على اهتمام واسع في السوشيال ميديا. وغرف جديدة لمكالمات فيديو جماعية من فيسبوك بسبب كورونا. وضيف فقرة الاستضافة مغني الراب عماد نادر. أهلا بكم. ما بين إشاعات كثيرة والحقيقة عاش اليمنيون في حيرة فيروس كورونا، ولكن لأول مرة منذ فترة طويلة تم تأكيد إصابة 5 أشخاص في عدن، وبعد فترة قصيرة تم الإعلان عن أول حالتي وفاة، وهذا ما جعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي يكتبون مواضيع كثيرة حول هذا الموضوع. صدام أبو عاصم كتب عن هذا الأمر، يقول: للموت عدة أوجه قد خبرها اليمنيون طوال سنوات الحرب بخوفها وفقرها ومرضها. كورونا يفتتح عداد ضحاياه في عدن، ولن تسلم بقية المحافظات منه إذا لم يستيقظ أو يتيقظ له الناس. فالالتزام الذاتي أخير من انتظار إجراءات الشرعية والميليشيات شمالا وجنوبا. كيف ننتظر شيء ممن قتلوا الناس وهم أصحاء؟ فكيف إذا مرضوا؟ لكن على السلطات في كل الأحوال أن تتحمل وزر أي ضحية لهذا الوباء، إذ يتنازعون ويستهينون ولم يستوعبوا الخطر بعد. اللهم الطف باليمنيين العاديين، فليس لهم سواك. أما في صنعاء فيقول مروان الحاج في صفحته فيسبوك: بعد الاشتباه بإصابة أحد تجار باب السلام بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء، الجهات المختصة تغلق السوق وتبدأ عملية التعقيم وحالة هلع في أوساط المواطنين. وفي منشور آخر لوائل عبد الواحد الخليدي، قال محذرا وناصحا في صفحته: الأخوة المواطنين تعاملوا مع تأكيدات الإصابة بفيروس كورونا على أنها حقيقية بالفعل، التزموا إجراءات الوقاية ولا يخرج أحدكم إلا للإضطرار فقط، وتكافلوا وتراحموا، فإن لم تكن حقيقية وقد التزمتم لن تخسروا شيئا، أما إن كانت حقيقية ولم تبالوا ستخسرون صحتكم وربما حياتكم. نحن لا نثق بكافة الأطراف السياسية، ولأجل ذلك لم يعد لدينا إلا منطق باسكال كما ورد أعلاه. أما علاء الجرادي فحذر أيضا من التهاون من عمل إجراءات التباعد الاجتماعي، وقال في منشوره: بلادنا تفتقر لأبسط الإمكانيات لتشخيص فيروس كورونا، ولذلك الفيروس منتشر وليس حديث. ما يتوجب علينا هو التثقيف بأهمية الالتزام بالحجر المنزلي واتباع إرشادات الوقاية وترك التجمعات، كل شخص مسؤول عن أسرته ومجتمعه. ورشيد الملكي أيضا تحدث عن مشكلة أخرى ويقول: رسوم الحوالة من مارب إلى إب 15%، يعني 50,000 يشتري منك حق الحوالة 7500 ريال. لو نرجع للجمال أنه أسهل، أو للجمال أنه أسهل وأخرج، العامل يجلس يكد ويعرق عشان يحولها لأهله، يخصموا منه هذا المبلغ ليش؟ ارتفعت العمولة من 10% قبل شهر إلى 15%، ولا في أحد تحرك أو ولا في أي تحرك. أقسم بالله لم يعد في هذه البقعة ما يستحق العيش، وهم يسرقوا قوتنا هكذا. بعنوان قهر أم، كتبت دعاء جازم عن إحدى أمهات المختطفين، وقالت في صفحتها الشخصية: رابطة أمهات المختطفين
تلقت ببالغ الأسى نبأ وفاة والدة المخفيين قسرا حلمي وحسين بكرين، فقد بح صوتها وتلاشت معالم فرحتها لأكثر من 3 أعوام وهي تقف من باب سجن إلى آخر رغم إصابتها بالسكر، وباحثة عن فلذتي كبدها الذي غيبتهم سجون محافظة عدن قسرا دون وجه حق لتغيب اليوم عن الحياة وهي لا تعلم شيئا عن مصيرهم المجهول. رحمك الله يا أم حلمي وجمعك بهم في جنات النعيم. مجموعة من الشباب على رأسهم نائف وصابي ومحمد العامري قاموا بتجميع ونشر الصور لمختلف المصورين اليمنيين تظهر في هذه الصور 30 جزيرة من أصل 105 جزيرة يمنية حازت على تفاعل وإعجاب كبيرين. خلونا نشوف بعض من هذه الصور. الجديد إلى كل أو الجديد في التكنولوجيا في كل من واتساب وماسنجر وتطبيقه الرئيسي بعد زيادة الطلب على مكالمات الفيديو الاجتماعية، أخيرا سيتاح غرف ماسنجر الجديدة للأشخاص ستتيح بدء محادثات فيديو جماعية يمكن أن يشارك فيها ما يصل إلى 50 شخصا. وقالت الشركة أنها أصدرت الميزات في وقت أبكر مما كان مقررا بسبب الإغلاق الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، كما أنها عملت مع المبرمجين لمنع الضيوف غير المرغوب فيهم من الدخول إلى الدردشات. رغم أزمة كورونا التي تسببت بخسائر كبيرة في سوق الهواتف العالمية، فإن الشركات لا تزال مستمرة بطرح هواتفها الجديدة، آخرها شركة موتورولا التي أطلقت هاتفا ربما كان سيدر عليها أرباحا كبيرة لولا هذه الأزمة بسبب مواصفاته المتميزة. هاتف موتورولا إيج بلاس به هيكل مقاوم للماء والغبار ومزود بماسح لبصمات الأصابع، من أبرز التقنيات التي حصل عليها هذا الهاتف أيضا الكاميرا الأساسية ثلاثية العدسات التي صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، كما جاء بكاميرا أمامية بدقة 25 ميجا بكسل وميزة التعرف على الوجوه. سيكون الهاتف متوفرا عبر متاجر البيع عبر الإنترنت بسعر $1,300 فقط. ننتقل الآن لمشاهدة بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت خلال هذا الأسبوع كنوع من السخرية بالبرامج التي تعطي الناس الصدقة أمام عدسات الكاميرات وتقوم بفضح عوزهم أمام الناس كافة. هذا الفيديو قام بعمله مجموعة من الشباب بقالب كوميدي تحت عنوان سمعوا بهم. نشوف بعض من مشاهد هذا الفيديو. أسرة مستضعفة، أسرة ترحم الله مسكينة بعدها بيطلبوا إيش نسمع بهم. سألنا في هذه الحارة عن الأسرة فدلونا على هذا البيت، قالوا إنه بيت واحد مأسي مسكين حالة أم حالة. إنه أبوك يا ولد؟ والله هيا ادخلوا هيا. أنت طبعا أنت مسكين صح؟ مسكين أنت طبعا حالتك حالة ترحم الله في زنبي لا كذا بتطلب أنت صح؟ طيب ايش المأسور؟ سمعنا ان عليك مأسور وعليك ديون، يعني كم عليك ديون؟ علي ديون نص مليون. نعم. مجنون انت، مجنون، عدين نص مليون. المهم
فندت المس المليون ايش كان وأغنية قديمة لكنها عادت مؤخرا للتداول للترحيب بشهر رمضان بعنوان يا حي برمضان، نسمعها سويا. يا حي برمضان، يا حي برمضان، من الخلف اشرف نالو، يا حي برمضان، من السد فتحنا له، يا حي برمضان، ورشينا ورنقنا، يا حي برمضان، الله وحنينا وخضبنا، يا حي برمضان، من السد فتحنا له، يا حي برمضان، من الخلف شرفنا له، يا حي ونختم فقرة الفيديوهات بكليب لمجموعة من الفنانين اليمنيين الشباب اجتمعوا مرة أخرى لعمل أغنية ترحيبية بشهر رمضان نتابعها سويا. بمر هذا الشهر وإحنا يا صاحبي فرغونش كل ملل، رمضان هذا جو ثاني في ألف حاجة فيه تنعمل، ارجع لي كم حلم وهوايه الوقت لك عليه ما حد يلومك، والدنيا كم شغلتنا لكن بابا كري يقبل رجوعك، واللعب لا وقته معانا تسمع سلانا وتسمع ضحكنا. إذا مشاهدينا نبدأ الآن فقرة الاستضافة، وضيفنا لهذا اليوم فنان الراب عماد نادر. عماد مرحبا بك وأسعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا وأسعد الله مساكم أيضا. حياك الله عماد، كيف الأجواء رمضان معك؟ يعني أنت حاليا في اليمن أو خارج اليمن؟ والله أنا حالياً في السعودية من قبل رمضان، موجود هنا في المملكة العربية السعودية، والأجواء الرمضانية كويسة يعني الحمد لله، يعني ملتزمين بالحجر المنزلي وجالسين في البيوت والحمد لله يعني. طيب عماد، يعني قبل البدء بالحديث لو تعرف الناس من هو عماد نادر فنان ومغني الراب؟ اولا اسمي عماد نادر، ادرس بكالوريوس اعلام صحافه واعلام تخصص اداره التلفزيون، اغني الراب من عام 2013 الى الان. جميل. يعني مهتم جدا بثقافه الهيب هوب ككل وبهذا الفن بشكل خاص. طيب عماد، يعني رغم انه الفن هذا يعني نادر نوعا ما على مستوى بلادنا، يعني ما هواش هذاك المتداول بشكل كبير، يعني ما الذي شدك لهذا النوع من الفن؟ اولا لانه يعتبر فن معاصر وشبابي انتشر في انحاء العالم، ثانيا انه فن حر ما فيش عليه اي قيود، سواء قيود انتاجيه او قيود بالافكار او أي، يعني فن حر تقدر انت تمارس فيه او تقدم وتعبر عن الاشياء اللي انت تعبر عنها بطريقه حره يعني بدون قيود. نعم، بس في يعني كثير من يؤدوا هذا الفن، يعني بالمعظم نشاهد بانهم يحملون رسائل كثيره من خلال هذا الفن، منها انسانيه ومنها سياسيه، و في الغالب يعني أخذ في هذا النمط وفي هذا الإطار بشكل كبير. هو زي ما قلت لك هو فن حر، وبما أنه فن حر تلاقي الشباب يقدروا يوصلوا رسائلهم بطريقة سهلة عبر هذا الفن،
لأن أفكارهم هي وكتاباتهم هي وكلماتهم هي توجهاتهم هي ومعاناتهم بنفس الوقت. نعم. طيب يعني كفنانين عالميين متأثر فيهم عماد يعني يؤدون هذا الفن سواء على مستوى عالمي أو على مستوى الوطن العربي، هل هناك أسماء معينة؟ نعم، في أسماء أنا اللي كنت أستمع لها منذ الصغر، يعني من بداية ما بدأت أنا أهتم في هذا المجال، زي الرابر الأمريكي إمينيم، الرابر الأمريكي الراحل توباك، وعلى المستوى العربي أيضا أستمع إلى أبو كلثوم الرابر السوري، ولشيبوبة رابر سعودي، وكثير، يعني أنا مهتم بالاستماع لكثير من الفنانين. نعم، إذن سنكمل الحديث معك عماد، ولكن نذهب الآن مشاهدينا لمشاهدة هذا المقطع القصير، هو أغنية لفناننا عماد، نشاهدها سويا ومن ثم نعود. من عمق الظلام نورا قد صنع سلام، عشت معظم حياتي في مدينة حاضنة للكل، مهما اهتزت تحت الأرض كنت ثابت الأقدام، بقيت رافعا راسي أنادي رافضا للذل، كنت إنسان لي معنى في تعاملي حدود، والآن أصبحت كالغريب أحس بأني مو موجود، دعني حيثما تركتني متحفظ الأنفس، كانت كرامتي رداية أصبحت بلا لباس، هنا حيث الإنسان يباع بمبلغ بخيس، هنا لأنك مسالم قد أصبح دمك رخيص، هنا حقوقك تنتهك فقط لأنك إنسان، هنا إن قلت لا ستخطو مقطوع اللسان، بدون أدنى حق تنتهك حرمة الديار، اخترت أعبر بالموسيقى داري لن يقل مقدار، هل حلالي لك حلال حقوقي صارت لي حلم، هنا المال أكثر قيمة، هنا لا قيمة للعلم، الاختلاف نقمة والعنصرية نعمة. إذن نعود مرة أخرى لضيفنا الفنان عماد. يعني عماد، لو تسألنا هنا عن الكلمات، يعني من الذي يقوم بكتابة كلمات الأغاني الخاصة بك؟ زي ما قلت لك، الراب فن يعبر عن ذات الشخص، فشريطة أنه يكون كاتب كلمات الأعمال يكون هو نفس الشخص، فأنا أكتب كلماتي بنفسي يعني منذ البداية. رائع. يعني هو نفهم منك بأنه هناك شرط بأن يعني في الغالب أو ما يتم عمله من أغاني الراب في الغالب يكون مغني الراب هو من يكتب الكلمات. أيوة أكيد. جميل. طيب عماد، يعني فيما يتعلق بالراب على مستوى اليمن، هل هناك أسماء متميزة إلى جانبك في هذا الجانب ممكن أن تشير إليها؟ نعم، في اسم يعني شخص مبدع وقديم اللي اسمه غباح المحوري من مدينة عدن، هذا الشخص يعني مبدع ومشهور بطريقة ممتازة، لأنه ابتدأ يعني في عام 2008 في فترة كان فيها هذا الفن شبه معدوم في البلد. جميل. طيب يعني هل تجد أن فن الراب على مستوى اليمن يعني أصبح مقبول ويعني له قابلية لدى الناس؟ أكيد أفضل بكثير، يعني من خلال ما شاهدناه في المناسبات أو الاحتفالات الأخيرة اللي سويناها في مدينة عدن، كان في قبول وإقبال كثير وكبير جدا من الناس، وهذا يساعد في الاستمرارية وفي تقديم أعمال أفضل في المستقبل. نعم. طيب طالما أن فن الراب يعني لازم أن يكون فن حامل لرسالة، يعني ما هي أهم الرسائل التي يعني يقدمها عماد من خلال الأعمال التي يقوم بها؟
غالبا الرسائل التي أقدمها في أعمالي تكون ناقدة لوضع البلد أو الوضع الإنساني، ناقدة للعنصرية، تتكلم عن الفئة الصامتة المهمشة التي ما تقدرش توصل كلامها للناس، رسائل تعبر عن الشارع دائما. جميل. طيب عماد، يعني هل هناك أعمال قادمة تحضر لها سنشاهدها قريبا؟ نعم إن شاء الله أحاول أني أقدم ألبومي الثالث بإذن الله في هذه السنة، إضافة إلى أعمال أخرى مشتركة مع فنانين عرب آخرين. جميل. طيب ما هي الطريقة عماد لأن يتابعك الناس من خلالها، على يعني سواء على السوشيال ميديا أو على مواقع أخرى؟ عندي قناتي الخاصة في اليوتيوب MC عماد Official، وعندي حسابي برضو في الانستغرام، هم الذي يعني أنا فيهم أكثر نشاطاً، بالإضافة إلى البيج حق الفيسبوك. جميل. طيب يعني ما هو طموح وهدف عماد مستقبلاً؟ أن تكون أعمالي رسمية أكثر، إنتاج ألبومات رسمية أكثر، والوصول للعالمية إن شاء الله، خروج من إطار العمل المحلي. أتمنى لك كل التوفيق عماد نادر، فنان ومغني الراب اليمني، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، وقبل الختام أعتذر للمشكلة الحاصلة في صوتي بسبب التهاب خفيف في الحلق، وأشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميلة ويامل أكحلي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.